بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الدرس الثاني المخصص لأشباه النواقل، نخصه لثنائي زينر. وثنائي زينر ما هو إلا ثنائي وصلة، لكنه أكثر تنشيط من ثنائي الوصلة، ويلجأ إلى هذا التنشيط الخاص لاستغلال ظاهرة الانهيار العكسي أو الكلاكاج انفيرس لثنائي الوصلة. والتنشيط أي الدوباج يعني إضافة شوائب أي ديزامبيورتي للنصف ناقل للحصول على نصف ناقل منشط نوع بي أو نوع آن، وهذا حسب نوع الدوبر أي المنشط المستعمل. وهذا الشريط الذي يضاف لعلبة الثنائي يكون دائما بجوار لاكاتوت أي المهبط، والترميز الأول الذي تحمله هذه العلبة يمثل نوع ثنائي زينر، أما الترميز الثاني فيمثل توتر زينر. فالسيس في دو تعني أن توتر زينر هو 6.2 فولت. أما رمز ثنائي زينر فيمكن أن يأخذ إحدى هذه الأشكال الثلاثة، والخاصية المباشرة لثنائي زينر هي نفسها الخاصية المباشرة لثنائي الوصلة، وتصرف ثنائي زينر في الاستقطاب المباشر يماثل تصرف ثنائي الوصلة. وما يهمنا في هذه الدراسة هي الخاصية العكسية، فعندما يكون التوتر المطبق بين المهبط والمصعد UKA أقل من توتر زينر والمنسوخ على العلبة، فإن التيار إيزاد يكون منعدما، ويبقى هذا التيار تقريبا منعدما عندما يقارب التوتر UKA توتر زينر. وعندما يصبح UKA يساوي إيزاد، فإن التيار UKA والذي نسميه إيزاد يصبح أكبر من الصفر، ويبقى التوتر ثابتا حتى وإن تم الزيادة في توتر التغذية. وهذه الخاصية تستغل لتثبيت التوتر بين طرفي الحمولة الموصولة بالتفرع مع ثنائي زينر. والاستقطاب المباشر يعني توصيل المصعد الموصول بالمنطقة بي ذات الشحونات الموجبة بالقطب الموجب للتغذية، يعني بوزيتيف مع بوزيتيف، والمهبط الموصول بالمنطقة آن ذات الشحونات السالبة بسالب التغذية، وهذا يعني نيجاتيف مع نيجاتيف. أما الاستقطاب العكسي فالنيجاتيف للثنائي يربط بالقطب الموجب للتغذية، والبوزيتيف للثنائي يربط بالقطب السالب للتغذية. ودار ثنائي زينر المستعملة في التثبيت تحتوي على ثنائي زينر مستقطب استقطاب عكسي على مقاومة لحماية هذا الثنائي، وعلى الحمولة والتي نريد تثبيت التوتر بين طرفيها، ولهذا فهي تركب بالتفرع مع ثنائي زينر. في البداية وقبل التثبيت يكون التوتر U2 بين طرفي الحمولة والذي يساوي UKA أقل من توتر زينر، ومنه فإن التيار إيزاد يكون منعدما، والتيار الوحيد الذي يعبر الدارة هو E1 يساوي E2 يساوي E، والتوتر E2 بين طرفي الحمولة وبتطبيق قانون قاسم التوتر يساوي E في R2 على RA زائد R2. وبالرجوع إلى هذه التركيبة، وما دام التوتر UKA بين طرفي ثنائي زينر أقل من توتر زينر والذي يساوي 5.1 فولت، فإن التيار إيزاد يكون منعدما. في بداية التثبيت يكون U2 يساوي UKA يساوي إيزاد، لكن إيزاد يساوي صفر، ودائما بتطبيق قانون قاسم التوتر فإن إيزاد يساوي U في R2 على R1 زائد R2، ومنه U يساوي إيزاد في R1 زائد R2 على R2. فبداية التثبيت تبدأ عندما يكون التوتر UKA يساوي تقريبا توتر زينر، والتيار يبقى دائما تقريبا منعدما، والتيار وبما أنه مقدر بالميكرو أمبير فيمكن إهماله واعتبار هذا التيار منعدما. أثناء التثبيت وفي منطقة الاستقرار يكون U2 يساوي UKA يساوي EZ مع EZ أكبر من الصفر، وبتطبيق القانون الأول لكيرشوف في العقدة K
فإن إيه يساوي إي دو زائد إي زاد. وبتطبيق القانون الثاني لكيرشوف فإن إي ناقص إر أ في إي أ ناقص إي زاد يساوي صفر، ومنه إي يساوي إي زاد زائد إر أ في إي أ. وبتعويض إي أ بإي دو زائد إي زاد نحصل على إي يساوي إي زاد زائد إر أ في إي دو زائد إي زاد، ومنه فإن إي يساوي إي زاد زائد إر أ في إي دو زائد إر أ في إي زاد. والتيار إي دو يساوي إي دو والذي يساوي إي زاد على إر دو، ومنه فإن إي يساوي إي زاد زائد إر أ في إي زاد على إر دو زائد إر أ في إي زاد. وبإخراج إي زاد كعامل مشترك نحصل على إي يساوي إي زاد في واحد زائد إر أ على إر دو زائد إر أ في إي زاد. وبتوحيد المقام نحصل على العلاقة النهائية إي يساوي إي زاد في إر واحد زائد إر اثنين على إر اثنين زائد إر واحد في إي زاد. إذن عندما يصبح التوتر يكا يساوي توتر زينر، فإن التوتر بين طرفي الحمولة يبقى ثابتا ومستقلا عن التيار إي زاد. وأخيرا نحل هذا التمرين مع بعض في الثنائي المستعمل في التركيب مثالي، يعني أن المقاومة آر زاد لهذا الثنائي مهملة، والثنائي في هذه التركيبة مستعمل لتثبيت التوتر بين طرفي الحمولة آر دو، حيث إي زاد توتر زينر يساوي 5 فولت، مقاومة حماية الثنائي آر أ تساوي 100 أوم، والحمولة آر دو تساوي 1 كيلو أوم. وبفرض أن التوتر المطبق بين طرفي التركيبة قابل للضبط من 0 إلى 10 فولت، المطلوب حساب قيمة التوتر إي في بداية التثبيت، ثم حساب مختلف التيارات من أجل إي يساوي 10 فولت. ففي بداية التثبيت التوتر بين لاكاتود ولانود UKA يساوي UZ، ومادام R2 مركبة بالتفرع مع ثنائي زينر فإن U2 يساوي UZ، والتيار EZ في بداية التثبيت يساوي صفر. وبتطبيق قانون قاسم التوتر فإن U2 يساوي U في R2 على R1 زائد R2، ومنه فإن إي يساوي إي دو في إر أ زائد إر دو على إر دو. وبالتعويض إي زاد يساوي 5 فولت، إر أ يساوي 100 أوم، إر دو يساوي 1 كيلو أوم أي 1000 أوم، فإن 100 زائد 1000 يساوي 1100، تقسيم 1000 يساوي 1.1، و1.1 في 5 يساوي 5.5 فولت. إذن في بداية التثبيت عندما يكون U زاد يساوي U2 يساوي UKA يساوي 5 فولت مع E زاد يساوي 0، فإن U التوتر المطبق يساوي 5.5 فولت. إذن السؤال الثاني هو حساب مختلف التيارات من أجل U يساوي 10 فولت. فإذا كان التوتر المطبق في بداية التثبيت هو 5.5 فولت، فتطبيق 10 فولت واللي هو أكبر من 5.5 فولت يعطي لنا حتما توتر مثبت بين طرفي الحمولة. ولحساب هذه التيارات E2 والذي يعبر الحمولة، E زاد والذي يعبر ثنائي زينر، و E A التيار الكلي، نستعمل طريقتين مختلفتين. والطريقة الأولى نستعمل فيها العلاقة اللي تحصلنا عليها في الدرس، حيث U يساوي U زاد في R1 زائد R2 على R2 زائد R1 في E زاد، ومنه U ناقص هذا الطرف على R1 يساوي E زاد. فE زاد إذن يساوي U ناقص U زاد في R1 زائد R2 على R2 الكل على R1. وبالتعويض نحصل على E زاد يساوي 10 ناقص 5 في 1000 زائد 100 على 1000 الكل على 100، و 1000 زائد 100 يساوي 1100، تقسيم 1000 يساوي 1.1،
1.1 في 5 يساوي 5.5، و10 ناقص 5.5 يساوي 4.5، و4.5 تقسيم 100 تساوي 0.045، و0.045 أمبير يساوي 45 في 10 قوة ناقص 3 أمبير، ويساوي 45 ميلي أمبير. التوتر بين طرفي الحمولة U2 يساوي R2 في E2، وبما أن U2 يساوي UZ فإن E2 يساوي UZ على R2. وبالتعويض 5 قسمة 100 يساوي 0.005 أمبير، ويساوي 5 ميلي أمبير. وبتطبيق قانون العقد لكيرشوف فإن E1 يساوي E2 زائد EZ. ومنه 45 زائد 5 يساوي 50 ميلي أمبير. الطريقة الثانية نبدأها بحساب E2 والذي يساوي EZ على R2 ويساوي 5 ميلي أمبير. وبتطبيق قانون العروات فإن U ناقص R1 في E1 ناقص UZ يساوي صفر. ومنه E1 يساوي U ناقص UZ على R1. وبالتعويض نحصل على 10 ناقص 5 على 100 يساوي 50 ميلي أمبير. وبتطبيق قانون العقد لكيرشوف فإن E1 يساوي EZ زائد E2، ومنه EZ يساوي E1 ناقص E2. و50 ناقص 5 يساوي 45 ميلي أمبير. درس الحصة القادمة نخصصه إن شاء الله للمقحل ثنائي القطب، أي ترانزستور بيبولار. إلى ذلكم الحين، أستودعكم الله.